السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ترون أمامكم هذا رماد من بقايا محروقات كما نسميه بالخشب أو الحطب أو الفحم. هذا هو الرماد، نقوم بتوزيعه حول الشجر بكميات قليلة، لا يجب الإفراط فيه، له فوائد كثيرة وبه مغذيات. سنذكر كل شيء وسنفصل كل شيء حول هذا الأمر، لكن يمكنكم المشاهدة أولا كيفية توزيع السماد، ثم نقلب التربة، نخلطه مع التربة كما ترون أمامكم على هذا الشكل، ولا يجب عليكم توزيع حول جذع الشجرة، دائما يجب إعطاء مسافة بين الأسمدة وجذع الشجرة، لا في طريق السقي ولا عن طريق توزيع الأسمدة، ويجب عليكم يعني استعماله بتناوب مع الأسمدة الأخرى، الأسمدة العضوية الأخرى. نعطي يعني تعريف حول السماد. هذا سماد الرماد يحتوي على مواد غذائية مثل البوتاسيوم والفوسفور والحديد، بالإضافة إلى احتوائه على عناصر أخرى صغرى التي تحتاجها الأشجار والخضروات وحتى النباتات المنزلية، ويتميز أيضا بسهولة الامتصاص من قبل الأشجار مقارنة مع الأسمدة المصنعة. نذكر فوائد هذا السماد. يزود النباتات بعناصر الغذائية التي يحتاجها. ثانيا الطعم والمذاق المنتوج. ثالثا سهل الامتصاص من قبل النباتات على عكس المكونات الأخرى أو الأسمدة الأخرى. رابعا مكافحة بعض الأمراض الفطرية والحشرية. خامسا خصوبة الأرض، ربما تكون أرض شبه ميتة أو غير غنية بالمواد المغذية، فهو يزيد من خصوبتها ويخصب الأرض. سادسا يمكن أيضا رش محلول الرماد على النباتات المنزلية أو الأشجار، لكن بكميات قليلة. سابعا يقوي جذور الفاكهة، حيث يتم توزيعه حول قاعدة الأشجار بكميات ضئيلة. ونعطي إخواني الكرام ملاحظة، يجب وضع بكميات قليلة وبتناوب مع الأسمدة الأخرى الطبيعية. هذا إذا لم تكونوا تريدون تسميد عن طريق الأسمدة المصنعة، فهو له فوائد إخواني الكرام كثيرة جدا، ولكن لا يجب الاعتماد عليه كما قلت لكم، يجب يعني استعمال أسمدة عضوية مرة كل شهر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.